لكل مهنة صاحب عارف الدواء. أصل التخسيس ده مش فهلوة، ده فن وعلم وأسرار، بس أنت فكر وخد القرار، وتعالى النهاردة بكل عزيمة وإصرار عشان نعرفك كل الأسرار. بناء على طلب الجماهير وكل المشاهدين اللي حبوا فقرة التخسيس المرة اللي فاتت، واللي قعدوا يقولوا لنا عايزين تاني أستاذة سماحة سيد أخصائية التغذية المتألقة معانا، والمرة تانية هتبهرنا بمعلومات جديدة عن التخسيس. أهلا بيكي يا أستاذة سماحة. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل. الفقرة دي مهمة جدا للناس جداً. كلها وليا أنا خاصة يعني علشان الدايت بقى والتخسيس. منورونا يا دكتور. عايزين نعرف بقى منك كده، يعني دايما يقولوا إيه أول حاجة في التخسيس؟ هتخس اشرب مية كتير، اشرب مية كتير. قولي لنا بقى أسرار المية معاك. المية دي أصلا لها تأثير عامل أساسي في عملية التمثيل الغذائي اللي هي عملية الأيض الحرق. نشرب مية كتير وخصوصا على الريق. أيوه الناس اللي ما بتفطرش. نسهل الدنيا كده وما بين الوجبات طبعا. يعني أقل حاجة 3 لتر في اليوم. تمام. أثناء الدايت أو من غير دايت يا جماعة، مش لازم الدايت. هي المية حاجة يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي. طبعا. فهي ليها فوائد حلوه في التخسيس وفي غير التخسيس. طبعا. طبعا. طب يا دكتور، احنا دايما لما بنبتدي نعمل دايت بنلاقي فجاه جسمنا خس، يعني في اول اسبوعين او اول شهر، ودايما يقولوا دي ميه. هل المعلومه دي صح ان احنا بنفقد جزء كبير جدا من ميه في جسمنا؟ اكيد اكيد. اثر ايه بقى؟ اكل المخللات والشيبسات والحاجات من دي. إيه طبعا بنشرب ميه كتير، فدي ما بتبقاش بقى ايه يعني صحيه. لا ده اثر الحاجه يعني الحوادق والحاجات دي، المخللات والحاجات دي اللي احنا شربناها. فلما بنبطلها بقى احنا المفروض نعوض. يعني احنا المفروض نعوض بالميه. طبعا طبعا. بطلنا طبعا اكل المخللات والحاجات اثناء الدايت. فبعد كده بتنزل الميه. بعد كده ستوب حرق، عشان احنا خلاص بقى وقفنا، خلاص كنا بنشربها عشان حاجه مميزه. بنحرق بقى بطيء، بنبتدي يعني الاسبوع يعدي الاقي نفسي مثلا خاسس نص كيلو كيلو، مش زي الاول كنت بخس بالاربع كيلو في الاسبوع. لا ده كان في الاول الدايت بس. بعد كده بقى بتروح على الكتل الدهنيه اللي هي صعبه شويه، اللي هي هنشغلها بايه؟ بالميه. نشرب ميه. سبحان الله. يعني بصي شوفي تناسب. طبعا. طب دلوقتي بقى يعني احنا في شتاء والناس بيبقى صعب موضوع الميه ده جدا. فالحل بقى ممكن يبقى في مشروبات. اكيد. ازاي بقى؟ اشرحي لنا. يعني ممكن نعمل خلطه اعشاب طبيعيه قوي من كل بيت عندنا او من عند العطار عادي. اللي هي الشاي الاخضر. تمام. على بردقوش. على قرفه. على زنجبيل. تمام. معلش بقى نعيدها تاني عشان الناس برضو تلحق تكتب لو كده. شاي اخضر على ايه؟ بردقوش. ايوه. زنجبيل. ايوه. اكليل الجبل. بس ايه؟ بكميات متناسبه. تمام. يعني ايه الكميه المتناسبه دي؟ اللي هي قد ايه؟ يعني مثلا احنا مثلا هنعمل الخلطه معلقه من ده ومعلقه من ده عادي كده. تمام. فمن كل حاجه معلقه ونخلطهم على بعض، وكل يوم قبل الوجبه الغذائيه بساعه ناخد منهم معلقه على ميه مغليه. وحاجه طبيعيه جدا. بس يعني يا دكتور هتلاقي في ناس يقول لك ايه ده كله وانا مش هقدر اتحمل طعم المشروب ده، فممكن ان احنا نحط فيه سكر اللي هو سكر دايت، او نقدر نحل بيه او سكر عادي بس بنسبه بسيطه. والله انا عايز اعرف رايك في السكر الدايت شويه. بالظبط. يعني لان هو بصي يعني في ناس ما بتقدرش تستغنى عن السكر. صح. فهيبقى موضوع صعب. زي انا واحده من الناس ما اقدرش استغنى عن السكر ولا أنا شويه. ما فيش حد، ما حدش يقدر فعلا. لا يا جماعه. لا في ناس بتاكل. قولي لي بقى يعني نساعد الناس دي ازاي؟ لا مش لازم السكر طيب. واحده واحده نخفه. يعني احنا بنشرب مثلا 3 معالق مثلا زي الانسه ندى كده. تمام. نبتدي معلقتين ونص. شويه بعد اسبوع، مش تاني يوم نقوم جايين عاملين معلقتين، لا. بعد اسبوع نبقى معلقتين وربع، معلقتين، ثم معلقه واحده. هتاخدي بالتسلسل بالراحه كده. هي عامه السموم البيضاء مش حلوه برضو. كتر الملح والسكر اكيد والمعجنات. لا وقبل الهوا كمان دي حاجات اللي انا بحبها قوي. ايوه والبيتزا. ما اقدرش. قبل الهوا قالت لي معلومه حلوه جدا، وهي فكره ان انت مثلا متعود على كوبايه الشاي بعد كل وجبه. قولي لي بقى المعلومه. أيوة دي انا بعملها. احنا كلنا معروف. بالذات كوبايه الشاي العصاري دي. تفاصيل المواد. حديد الوجبه اللي انت اكلتيها. لو في عناصر غذائيه بتفقديها تبقى دي. طب انا مش هقدر استغنى، هنعمل ايه؟ مره. ايوه مره. أو
او ممكن الكوبايه الصغيره اللي كنت بتقولي لي عليها ايوه بالظبط كده. أيوة فكره حلوه جدا يا جماعه والله، يعني صغروا الكميات عشان هتقدروا تستغنوا بعد كده زي الاكل بالظبط. يعني دي حقيقه فعلا، كوبايه الشاي بعد كل غدا دي بتحرق الاكل اللي احنا اكلناه، الفوائد بتضيع الفوائد. يا رب ده انا وانا بقول لا مش الدهون خالص. وممكن نستغنى عنه بشاي اخضر هيبقى حلو ولا برضه هتبقى بس بعد الوجبه بساعه بساعه. ده هيفرق في الحرق نفسه ولا عامه؟ لا عامه والقيمه الغذائيه للاكل برضه. ما هو شاي بس يعني افضل يعني الشاي الاخضر ده كان نظام تخسيس يبقى قبل الوجبه بساعه. يعني احنا نشرب كوبايه شاي في اليوم حلو علشان الناس اللي هي مدمنه شاي، او انا والصراحه واحد منهم بحب الشاي او القهوه، وساعات بشرب الشاي مع الفطار. يعني ساعات بشرب كوبايه الشاي مع الفطار لو انا بفطر، فانا كده بضر نفسي اكتر، باكل ومفيش اي فايده. لو بتعمل دايت بيوقف الحرق على فكره برضو. طبعا الشاي لازم. طب عايزين نعرف برضو يعني ايه، ادينا برضو كده شويه اسرار عن الاعشاب تاني غير الوصفه الثانيه دي، عايزين وصفات ثانيه. حاجه زي الشاي الاخضر دي يعني ممكن القهوه خضراء. ايوه تمام. نطحنها طبعا مطحونه وناعمه كده، ممكن نشربها قبل الوجبه بساعه او بعد الوجبه بساعه. بتفرق من جسم لجسم؟ طبعا اكيد، ومن وزن لوزن وحسب الكتل الدهنيه الموجوده فين. طب يعني مثلا اديني كده اكزامبل كده، يعني من ايه لايه، من وزن كام لكام ممكن يعني يخل... مثلا ما تجيش وزن 120 نقول بعد الاكل، لا قبل الاكل بساعه. نيجي وزن 80 لا ممكن عادي نبتدي قبل الوجبه بساعه، بعد كده خلاص بنسستمها بعد الوجبه. طب انت راي حضرتك ايه برضو في القرفه؟ في ناس برضو بتشرب قرفه تحفه، ما هي لسه مدخلاها برضو في في الاعشاب والكلام ده كان بس مش بتحرق المعده يعني، الحاجات دي برضو ما بتحرقش المعده. لا القرفه كويسه جدا للمعده، ولو مع لبن بقى تبقى تبقى افضل. لبن خالي الدسم. طب صحيح هو فعلا في فرق في اللبن خالي الدسم وكامل الدسم؟ طبعا الدهون الدسم يبقى دهون. احنا معانا مكالمه تليفونيه كده وبنسمع سؤال. الو مساء الخير او صباح الخير بقى. صباح الورد عليكم. صباح النور. انا بحييكم بحيي فريق الاعداد المحترم والهندسه والاخراج وضيوف. الله يخليك. والكرام. اشكرك. الله يخليك حضرتك. كل التحيه. الله يخليك. والفخر والتقدير للمراه المصريه ام البطل، ابنك بطل في الجنه. اكيد طبعا. ما تزعليش. ابنك بطل. طبعا. ابنك بطل، ابنك بطل. وبقول للمرأة المصرية في يومها بهنيها بهنيها بهني كل مرأة مصرية في يوم المرأة العالمية. الله يخليك، ده من ذوق حضرتك طبعا. ده يعني مكالمة جميلة جدا، أشكرك جدا. عايز أسأل الدكتورة. أتفضل. طبعا أتفضل. أنا سني 63 وبعد كده ماشي على المية السخنة، بشرب مية على الرجل التخسيس، مية سخنة. فما عرفش هي مفيدة أو تجيبيني البديل، الله يبارك فيك يا رب. ويخليكم لمصر دايما، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر بيكم. اشكرك جدا عم رجب من الاقصر، نورتني جدا ومكالمه جميله كده على الصبح. ربنا يديله طول العمر يا رب، يعني عنده 63 سنه. ربنا يديله طول العمر. قول لنا بقى يعني هو 63 سنه ده يساعد زي يقلل وزنه شويه، عشان السن اكيد بيفرق كتير يعني. اكيد طبعا. وبيشرب ميه دافيه الصبح، هو بيقول لك ايه موضوع الميه الدافيه ده؟ يعني موضوع الدافيه دي كويسه بتحرق تمام، وخصوصا دهون الكرش. بالنسبه للحاج 62 سنه عادي جدا، سواء بقى يعني دافيه او سخنه قوي، بس يا ريت تكون من غير ليمون على الريق عشان المعده طبعا يعمل قرحه في المعده بيوجع المعده. على فكره دي معلومه منتشره جدا. صح. يا جماعه لسه اول ما نصحى مشكله فعلا. الليمون مع الميه مع ناس كتير قوي فاكره ان دي حاجه صح، وانا كنت منهم يعني. لا 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 توجع المعدة. أيوة. بس على المدى الطويل يعني اسبوع اتنين تلاقي معدتك وجعتك جدا. وخصوصا ان الحاجة 62 سنة يعني ما ينفعش نلعب مع موضوع الليمون دون. أيوة. وممكن الخلطة دي يعني تنفعه جدا بس من غير جنزبيل. يعني بلاش جنزبيل عشان السن. ايوة. وعشان المعدة. يعني الجنزبيل بيأثر في السن عشان المعدة. تمام. طيب دلوقتي بقى بالنسبه لموضوع السن نفسه، في فرق في الحرق من سن لسن اكيد. انا ساعد زي السن الكبير في ان هو يعني ينشط تاني الحرق، يحرق بسرعه. تأديت التمارين الرياضيه كده بالراحه على قده، يعني في تمرينات معينه جدا انا بديها للناس يعملوها في البيت عادي، وخصوصا سن بعد ال40 لان الحرق بالراحه خالص.
وبناخدهم برضو نظام غذائي برضو بالراحه مع خلط الاعشاب اللي قلنا عليها. ممكن لو حد عادي معدته مش وجعه ولا بياخد ادويه تانية ولا سكر ولا ضغط ولا حاجه عادي الجنزبيل بس بنسبه صغنونه كده على قده تمام في الخلطه يشربها بدل 3 مرات زي اي حد صغير لا مرتين تمام هو بعد الاكل ادم سنه كبير. طب يا دكتور برضو ساعات برضو عشان برضو نبقى لمينا شوية مع الكبار مع الشباب الأطفال ساعات بيبقوا في أطفال عندهم السمنة عالية شوية أوكي. إحنا نقدر في السن ده برضو ندخل لهم الأعشاب والحاجات دي؟ أو طبعا آمنة جدا جدا أو طبعا آمنة علشان أنت عارفة دايما الأطفال طبعا الأكلات السريعة والحاجات دي ما هو ده زي السكر اللي قلناه المدى بالراحة كده يعني مثلا الوجبات السريعة دي اللي هي كلها دهون وسعرات حرارية دي بتبقى مره في الاسبوع مثلا تمام بالنسبه للطفل بعدها بساعتين ممكن ناخده بقى نعمل ايه شوبينج نتمشى خصوصا عشان يحرق الحركه بركه زي ما بيقولوا الحركه بركه خصوصا ان هو صغير وسنه صغير هيحرق بسرعه فالاعشاب مفيده برضو للاطفال طبعا طبعا طب انا عايزه بقى ايه يعني احنا خلاص الحمد لله خسينا مع استاذه سماح السيد عايزين بقى يعني اكتر حاجه بتبقى مشكله ان احنا في النهايه بنرجع ندخل تاني مش بنعرف نثبت وزننا فنثبت الوزن ازاي بقى نثبت الوزن ان احنا ما نحطش في دماغنا ان احنا ايه هنقلل النهارده ولما اوصل لسن لوزن معين هاكل براحتي انا هاكل براحتي بقى ايوه هاكل براحتي اقول لهم لا دي فعلا الكل ايوه احنا كلنا بنعمل عندنا نفس الحركه دي فعلا عندي بيجي في جيم التغذيه بتاعي بيقولوا لي كده احنا عايزين بقى نثبت احنا عايزين ناكل ونعمل محشي بكره يوم فري مش هتعملنا يوم فري قلت لهم انا مش حرمكم من حاجه بيبقى ايه كميات صغيره يعني زي نظام الدايت اللي احنا اتكلمنا عليه قبل الحلقه اللي ده اللي احنا هنديه دلوقتي للناس كلها نظام حلو كده تمام فبنخف شويه يعني الرز بيبقى مره او مرتين بنسب معينه والسمنه والزيت كده بتاع الحاجه والسمنه البلدي أيوة. بروحها شويه معروفين دايما كده ايه ماما انا هعمل دايت النهارده خلاص بقى حله البشاميل والمحشي وكل صينيه البشاميل طب احنا برضو دلوقتي يعني كروسانت طبعا كروسانت طيبين داخلين اهو على رمضان الدايت في رمضان ده مشكلته ايه يعني إيه. حلويات كتير بقى ومشروبات مسكره وحاجات كده نبتدي نعمل ايه في رمضان ده نبتدي نشرب ميه الاول ما ناكلش يعني نشرب الميه نشرب ميه عشان نمديها ميه شويه تمام بعد كده ما بحبش المشروبات الساقعه دي نقطه بقى مهمه جدا التمر بقى والسوبيا والسكريات وكله سكر ونشرب بقى ميه ساقعه لاحظ يا خالد انها فقره عن الدايت فانا جعت مش هنخلص الفقره نلاقي الناس كلها راحت تاكل يعني طب نعمل ايه يعني نشرب ايه بقى يعني نبتدي بشرب الميه عادي خالص ولو في كوبايه تمر يبقى فيها تمرتين اتنين بس على ميه عاديه او على لبن عادي تمام ونبتدي بشوربه سخنه حاجات بقى دافيه شوربه الخضار شوربه لسان العصفور حاجات كده دافيه تمام او السلطات يا ده يا ده تمام وبعد كده نخش على البروتين وبعد كده الرز النشا لو اكلنا الحاجات دي في الاول هنشبع اصلا لا زي ما نكون في النهايه جسمنا الاول على انه هو احنا خلاص هنبدا ناكل وبعد كده بقى ايه نخش على التقيل ايوه عشان التقيل ده يبقى ستوب خلاص انا شبعت طب في السحور هنعمل ايه بقى نعمل ايه نعمل كوبايه زبادي بليمون مع فاكهيه يعني عليك كده ما ندخلش الاعشاب معانا في رمضان لا هتبقى في وجبه بعد وجبه الفطار فقط عشان طول النهار بنلعب بمناسبه بقى بعد الوجبه والكلام ده السناكس والحاجات دي بقى يعني ايه ايه هي السناكس المناسبه اللي بين الوجبات والكلام ده قول لنا سناكس كده حلو سناكس ممكن 3 حبات من اللوز او عين الجمل 3 حبات فقط مش بنقول يا جماعه مش نص كيلو تمام ممكن خس خيار البتنجان الاسمر عشان كله حديد برضو ده الخضروات وممكن فاكهه حاجه واحده ده في السناكس طبعا بعيد بقى عن البلح والمانجا لا يصفي تفاح او موز يعني هو دايما احنا دايما بيقولوا يعني انتوا برضو حضراتكم والدكاتره دايما تقولوا خدوا السكر من الفاكهه طبعا وخاصه التفاح مع ان التفاح انا باكله بجوع يعني انا مش فاهم ليه عشان بتاكله ورا الوجبه على طول فبالتالي خلاص بقى انا جعان كمان شويه والله يعني فعلا الفاكهه بتجوع طبعا بس بعد الوجبه بساعتين موضوع السكر بقى في بمناسبه السكر في الفاكهه نفسها بقى يعني ما بتخنش فاكل مش كلها. ايوه لا 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 مش كلها دي بقى موضوع التفاصيل بقى ايه اللي بيدخن خاطئه
لا ما جيش بقى بعد الاكل اكل منجايه ايوه كلها سعرات حراريه. البلح الاسمر البلح بانواعه لا نقول ايه يوسفايه او برتقاله دي سعراتها اقل شويه. ممكن الجوافه التفاحيه بس بعد الاكل بساعتين اتنين. طب الموز ايه دخله معانا في الموضوع؟ واحده بيتخن برضه واحده بس يا خيل بيتخن. دي معلومه برضه من ضمن المعلومات الخاطئه. انا اكل اعمل دايت موز يا دكتور؟ لا دايت موز ده بيهبط جدا زباطه معايا في البيت عشان البوتاسيوم اللي فيه والدنيا خلاص هتقع. طب انا سمعت ان الموزايه على ريق النوم حلوه قوي في الحرق، بتساعد في الحرق بس مش بعديه ندى وافطر. استنى قد ايه؟ ساعتين. تمام. طب دلوقتي بقى يعني ايه عشان قبل ما الوقت يخلص وكده النظام الغذائي الناس تمشي عليه كده في الوقت اللي هو ايه؟ لا بنصوم قوي ولا ماشيين عادي اللي هو اثنين وخميس والكلام ده قبل شهر رمضان. عايزين نعرف برضو نظام كده يناسب الايام دي. تمام. زي ما احنا قلنا دلوقتي وذكرنا ان هو نبتدي الاول بشرب الميه على الريق سواء بقى افطار او مش فطار او صيام مش صيام. تمام. بعد كده نيجي لوجبه الفطار كوجبه عاديه اللي هي فطار العادي مش بتاع الصيام. الديات بتبقى نص رغيف بلدي اللي هو بردة. تمام. مع البروتين هو بيضتين مسلوقين او سلطة. تمام. هنيجي او سلطة مع سلطة مع سلطة. تمام. هنيجي لسناكس ما بين الفطار والغدا هيبقى فاكهية. تمام. فاكهية من اللي احنا ذكرناهم برضه. هنيجي لوجبة الغدا هيبقى 5 معالق رز او 5 معالق مكرونه او نص رغيف برضو سواء ده او ده او ده. مع البروتين بتاعنا سواء اللحمه اللي هي الحمراء مش المدهنه، الفراخ نشيل الجلد من عليها عند الاكل عشان الدهون فيها ولا عشان اضرار؟ طبعا الاثنين. كلها سعرات حراريه. الجلد عموما بتاع الفراخ. تمام. مع السلطه او شوربه خضار ما تبقاش نشوي، ما تبقاش فيها البطاطس، لا تبقى كلها اخضر بسله حاجات من دي. تمام. والسناكس بتاع ما بين الغداء والعشاء خضار خس او خيار. حلو ده. حلو جدا. ايوه. هنيجي للعشاء المقدس بتاعنا كوبايه الزبادي بنص الليمون وفاكهيه اللي هو اصل الواحد بيبقى جعان اساسا. يعني احنا كنا خاصه يا جماعه سناكس خاصه يعني انا بعد العشاء ده اكيد لازم اروح انام، اللي انا عشان ما افكرش لو فضلت قاعد هاكل تاني اتعشى وانام على طول. سمعت برضو ان النوم بدري بيبقى حلو قوي في الدايت جدا وبينشط حته الحرق دي جدا جدا. ايوه طبعا مساعد جدا في التمثيل الغذائي. تمام. طب ده الايام العاديه، ايام بقى الايه الصوم في رمضان. في رمضان هنبتدي في وجبه الفطار بتاعه الصوم اللي هي بمشروب واحد بالسكر الكيمياء اللي احنا ذكرناها. ممكن يكون 3 معالق دول نقسمه على فترات اليوم فهي نقسمها برده ما بين الفطار والسحور. تمام. وبعدها السلطه وبعدها البروتين. أيوة. والاخر النشوي. احنا كده هنوصل للسحور لما نيجي نرتب الحاجات دي. ما خلاص انت هتكونش بعته. ايوه خلاص. ايوه انا بقول لك نفس السؤال. اذا مشينا اصلا الحاجات دي ايوه الموضوع بيبقى صعب قوي. بس احنا نقدر فعلا يا دكتور نخس وزن كبير في رمضان لو مشينا على من غير حلويات وقطايف وكنافه طب هو ما ينفعش حلويات في الموضوع يعني حتى لو حاجه كده بسيطه؟ ماشي. مش احنا لنا 3 معالق سكر في اليوم نستغلهم في حلويات في قطعه حلويات. ايه ده مش ال3 معالق دول في المشاريب عادي يعني؟ لا خلاص ده صب المشاريب. مشاريب دايت. ده القطايف والكنافه هنوديها فين طيب؟ هناكل قطع صغيره برضو. ربنا يستر. دلوقتي بقى فكره العيش لسه كنت تقولي نص رغيف عادي والكلام ده كله. العيش السن ايه ظروفه؟ كويس مع حالات يعني ما نجيش بعد 120 كيلو نقول ايه نص رغيف بلدي والكلام دون. عادي نص رغيف لو حالتها الصحيه ما تسمحش. انما لو حالتها الصحيه كويسه يبقى خلاص رغيف بلدي السن النص يعني نص بدل ما يبقى بلدي يبقى سن. تمام. انت شايفاه كويس العيش السن يا دكتور ان هو برده طلع عليه كلام كتير فيها شاشه عظام بيحرق وبيحرق في المعده على المدى الطويل بيثبت الوزن والله كمان. طب دلوقتي ما انت بتقولي لي ان احنا ممكن نبدل ما بين ده او ده. فطب دلوقتي لو انا مثلا وزن كبير فهعمل ايه وانا بستخدمه اصلا؟ يعني كده هيثبت لي وزني. تمام. طب دلوقتي ايه الحل؟ احنا اصلا مش هنفضل طول لو وزن بعد ال 120 دون او بعد ال 100 عموما هيجي فتره وستوب اصلا حرق. فهنشيل اصلا النشوي عشان الكالوري هيبقى عالي قوي. صح. هنشيل النشوي هيبقى البروتين والسلطه فقط. ده اللي بنخلي الوزن يختلف ويرجع ينزل تاني.
طب انا دلوقتي انا وزني ثبت تمام، هتقللي النشويات او هتشيليها ممكن خالص؟ ايوه تمام. طب انا دلوقتي بقى لما اخس هل ممكن ترجعيها تاني، ولا مجرد ان انا بشيل حاجه ما ينفعش ارجع لان ممكن ازيد في الوزن؟ لا عادي هنرجع لها تاني بس الكميه محدوده مناسبه للوزن اللي بقيتي فيه عشان ما نرجعش تاني نقطه أيوة. الصفر. ما هو اكيد الشخص بيتعود برضه ان هو انت بقالك شهور وسنين بتعمل دايت، فانت اكيد لما تيجي معدتي ضاقت خلاص بالظبط، يعني انا مش هاجي بقى افتح قوي بقى واقعد اكل، انا حتى لو اكلت كده كتير هيتعب. هتعب فعلا، معدتي هتوجعني فعلا بالزبط. عندي ناس كده والله بطنهم بتوجعهم جدا يقولوا يعني خلاص انا باني خلاص معدتي ضاقت. قلت لهم امال احنا كنا بنضحك عليكم ليه كل ده؟ بشكرك جدا استاذه سماح السيد اخصائيه التغذيه المتالقه اللي بجد يعني نورتنا جدا، معلومات مهمه قوي وانا كمان استفدت الحمد لله. يوم المراه العالمي يا رب نكون فادناكم شويه او افدناكم. طبعا هو كان امبارح بس حبينا ندي هديه بسيطه كده لكل ست، اسرار العنايه بالشعر واسرار للرشاقه والجمال مع اولا مصف الشعر كريم عزت، وفي الفقره دي الجميله المتالقه استاذه سماح السيد. وطبعا ما انساش اشكر زميلي اللي كان معايا في تقديم النهارده خالد عبد الله. الله يخليك يا دكتور، انتوا طيبين طبعا. وانا كنت مبسوط جدا طبعا احنا كان معانا دكتور سماح السيد، الصراحه استفدنا كتير جدا بالمعلومات، وبشكرك طبعا وبشكر المشاهدين. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وبنشكركم طبعا على حسن المتابعه. تحيي مني انا خالد عبد الناصر وندى علاء، وبرنامج كلام في كلام، واشوفكم على خير في الحلقه الجايه.